الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. واجب الاماني راجي لكم مزيد من النجاح والتوفيق والتالق في مجال في كل مجالات الحياه المختلفه. اول مره احظى بهذا التكريم بعد مشوار اكاد انهيه وانا على مشارف التقاعد، خاصة وأنني عملت بالتنشيط لكل حفلات مديرية التربية منذ سنة 1996 إلى يومنا هذا، ناهيك عن العديد من المسرحيات والأوبرات والأناشيد التي هي مدونة، وخاصة أنشودة بلادي عزيزة التي هي معتمدة في التلفزيون الوطني وتبث في كل المناسبات الوطنية. أعتز وأفتخر بمشواري وشكرا لمن فكر في تكريمي ولمن كرمني. نشكرهم جميعا على هذه المبادرة اللي فرحوني وجيت يعني بهذا واستفدت من هذا التكريم كباقي النساء، وتحياتي لكل نساء العالم، والتحية الكبيرة لأمي وإخوتي وكل النساء يعني العاملات والماكتات بالبيوت وجميع الأمهات له. وكان لنا الشرف أنه حظينا بحفل بهيج بحضور نساء يعني من كل الفئات ومن كل الجهات. نتمنى لهم عام سعيد وكل عام هم بخير وكل عام والمرأة الجزائرية بخير. ولكن هذا الاحتفال، هذه الفرحة لا تكتمل ما دام أخواتنا الفلسطينيات في حصار وفي دمار من طرف الاستعمار الصهيوني. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.